السلام عليكم. عليكم السلام. كيفاش جاك الماتش ديال المنتخب الوطني المغربي؟ الحمد لله الماتش كان زوين، وبصراحه والله ما نخرجوا بالتعادل ولا نخرجوا بخسران، لان المنتخبات كلها قويه، وراه كتشوفوا منتخب كرواتيا راه بقى في النهايه في الدوره السابقه، لان منتخب ماشي سهل، ولكن الحمد لله المنتخب الوطني المغربي قدم مقابله رائعه. رسالتي الى المدرب الكراكي حمد الله، راه ماشي ديال 10 دقائق، حمد الله خصو يلعب دوزياميطا على الاقل لواحد نص ساعه ديالو على الاقل، بعدا يكون مزيان، لان حمد الله غادي ينفعنا. ما يكرهش يلعب عبد الله في السونتر كاع، علاش؟ كريم في 86 راه خرجنا خيري ماركا البيوت، كان كريم خدام على ديفونس، وخيري كنا كنتظروا خيري غير ماركي، كانت مفاجاه في كاس العالم في 1986، لان اصبحت الكره كتلعب جماعيه، وحمد الله لاعب كبير، لان الاهداف ديالو اللي كتكلم عليه راه من الهدافين الكبار في العالم، وكنفتخروا باللاعبين المغاربه لا داخل البطوله الوطنيه ولا في البطولات الاوروبيه. حنا كيهمنا هو بعد تعادل غيعطي واحد تحفيز للاعبين المقابله الجايه، نتمنى انتصار مقابله بلجيكا وكندا وندوزوا الدور الثاني، لان المغرب عنده تاريخ كبير في المجال الرياضي، وديما حاضر من السبعينات، حاضرين في كؤوس العالميه والافريقيه والعربيه. المغرب قوي بجميع الرياضات، والحمد لله راه كنشوفوا الانجازات اللي دار سيدنا الله ينصرو، مراكز عالميه، والمغرب كينظم حتى هو منتخبات عالميه، لان المغرب مساند لدوله قطر في تنظيم كاس العالم لا في الامن، وكنشوفوا الفنان ديالنا رضوان دار الموسيقيه، والحمد لله كان افتتاح رائع، كنفتخروا به، كتفتخر به الدول العربيه، وكنفتخروا بالثقافه العربيه الاسلاميه، بالتوفيق لكل المنتخبات العربيه والافريقيه في كاس العالم بقطر 2022 من الفنان والزجال محمد صاري، رئيس منتدى الوطني الجهادي للمغرب للتنميه والثقافه والفن والرياضه، شعارنا الواحد والخالد الله الوطن الملك. الله يحفظك، وقول لي كيفاش جاك الماتش ديال البارح ديال بلجيكا وكندا؟ دخل عندي. حتى الماتش بالنسبه للماتشات كلهم دازوا رائعين، انا كنشوفوا دابا الكاميرون، كنشوفوا المقابله ديال تونس. لا ديال بلجيكا وكندا. بلجيكا كيفاش جاك الخصم ديال الماتش ديال بلجيكا؟ بلجيكا انتصرت. شي حنا كيهمنا النتيجه، لان الدور الاول على الاقل 3 بوان، بعدا ناخذوا 3 نقاط، شي ما لعبوش وربحوا 3 بوان مزيانه، لان غندوزوا الدور الثاني، لان دابا النقاط اللي كيتحسبوا، اللعب كيجي من بعد. اللاعب اللي يكونوا رابحين ثلاثة ولا أربعة، هذيك الساعة يكون واحد اللاعب استعراضي، ما عندناش مشكل، ولكن حنا كيهمنا دابا النقاط وأهم حاجة. واخا التشكيلة اللي تتقول بأنه يدخل بها الركراكي ويربح. الحمد لله بتشكيلة رائعة، شفنا دابا راه كنسمع بأن مزراوي معت يقدر يلعب، ولكن عطية ثلاثة ولا لعب. مرتاح حكيمي تيقولوا معت. شوف عندنا لاعبين في البطولة الوطنية وعندنا لاعبين في أوروبا مستوى عالي. شتا لاعبين لان خدوا تجربه في البطولات الافريقيه وفي العربيه، والفرق المغربيه لعبت في كؤوس العالميه، الرجاء الوداد، احنا الحمد لله. شوف احنا كيهمنا هي الرايه المغربيه، واي لاعب دخل الملعب وهز التوني ديال القميص الوطني المغربي يدخل ويشرف القميص الوطني، وحنا غنشجعوا المنتخبات كل العربيه والافريقيه، وهنيئا لمنتخب المملكه العربيه السعوديه، وهنيئا لدوله قطر بالتنظيم الرائع، هذا افتخار لكل عربي، وتحياتي للجميع. النتيجه المرتبقه للماتش ديالنا الاحد ان شاء الله. ولا ربحنا بالواحد بواحد زيرو، الحمد لله العظمه، بواحد زيرو راه نتيجه في 3 بوان، يكون واحد العرض زوين، والحمد لله كنشوف اللعابه تبارك الله عندنا ليكسبيريونس في المقابله، كنشوف كيلعبوا في البطولات الاوروبيه، وعندنا لاعبين في البطوله الوطنيه تا هما، اللي دخل كيقضي الغرض، وبالتوفيق للجميع.